في السنوات الأخيرة كاين تغيير ولا ما كاينش تغيير؟ كاين تغيير ما شاء الله. كاين تغيير كاع نلمسوه بأنه تغيرت بزاف حوايج في البلاد. صح صح. انطلاق الحملة التحسيسية التي ينظمها المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب لفائدة المواطنين لتشجيع الشباب ومختلف شرائح المجتمع للتسجيل في القوائم الانتخابية. الانتخابات هذا الحدث الوطني الهام اللي يمس مختلف شرائح المجتمع واللي يشكل بحول الله تعالى وقوته نقطة انطلاق أخرى لنحافظ على المكتسبات التي سجلناها في الجزائر الجديدة ولنواصل بناء هذا الوطن العزيز. فضلنا الانطلاق بمقاربة جوارية، مقاربة مباشرة من الأماكن العامة يتلقى فيها المواطن الجزائري، مقاربة حتعتمد على إيصال المعلومة وأيضا على الاستماع للانشغالات تاع المواطنين ورأيهم في هذه المحطة المهمة جدا. راح نعمل مع جمعية المجتمع المدني على تعزيز التثقيف الانتخابي من خلال الوعي، من خلال الرأي، والرأي اللي قدم مجموعة من القراءات في الحصيلة في الآفاق اللي راهي جاية في المرحلة القادمة.